تعامل مع محمد عبد الله نجم، كان نجم في نادي الزمالك ولعب في نادي الزمالك وامتع الجماهير في الزملكاويه. عايز اعرف طريقه المعامله بالنسبه لمحمد عبد الله ليه كنتوا كلعيبه؟ والله كابتن، بص، هو كابتن محمد عبد الله اسم كبير. هو طبعا لما بيجي يتعامل برضو مع لعيبه برضو تبقى لسه محتاجه الخبرات. هو كابتن برضو لعب دوري ممتاز، لعب زمالك، اسماعيلي، اهلي، فطبعا لما صحيح. بتنزل كده مثلا مع مدرب عنده خبرات كبيره فانت اكيد بتستفاد منه. بتكون مقتنع كمان حتى بالمعلومة اللي اكيد بقولها لك. انت بتقتنع من مدرب كبير بمعلومه غصب عنك انت هتنفذها، لان انت شايف مثلا كابتن محمد عبد الله عندنا كابتن محروس وكابتن رامبو وكابتن يوسف ودكتور ياسين وعم محمد نوسة. فالناس دي الكباتن دي كلها تيم وورك، عمل تيم، هم كلهم ايد واحده مع بعض. بالظبط كابتن محمد بالظبط. عبد الجواد كلهم تيم واحد مع بعض. فلما انت بتشوف هم ذات نفسهم حابين بعض في الجهاز، انت ذات نفسك كلاعب بتطمن. هما لما بينقلوا الحب بتاعهم لينا احنا كلنا بنبقى ايد واحده الصراحه. فطبعا لما هو بينقل لنا معلومه انا كهشام بستفاد منها، ان انا بستفاد من كابتن لعب دوري ممتاز صحيح. زي كابتن شيكابالا، زي كابتن عبد الشافي لما لعبنا معاهم فوق، فهو برضه كابتن محمد عبد الله كده، فاحنا بنستفاد منهم. فبنستفاد منهم جامد، واحنا كلعيبه ذات نفسنا بنبقى محتاجين برضه مدرب يبقى شديد علينا، عشان خاطر ده بيبقى زي اب لينا. صحيح. فاهمنا يا كابتن؟ اي غلطه بنغلطها، اي حاجه بنعملها بنبقى محتاجين اب في ظهرنا، تمام بنعتبره ابونا. يعني هو الصراحه أكيد. يعني ما قصرش معانا في اي حاجه.